الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على منعم رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ولم هذه مناسبة باش نشكركم على هذه الدعوة ماشي أنا اللي كنجمل عليكم بالعكس هذه فرصة كتعطيوها لواحد العدد ديال الفاعلين ذكورا وإناثا باش يتحاوروا معكم مباشرة أو باش يشوفوا واش الباركور ديالهم اللي داز أنه صالح أنكم تقبلوه وصالح أنه يكون محطة انتقاد وقراءة يعني نقدية. هذه المبادرة مبادرة جيدة والاختيار ديال الموضوع واختيار أيضا جيد لكنه وكيبدأ أنا في تقديري كيبدأ بأول سؤال يعني فلسفي لماذا أنا موجود في الحياة؟ سؤال فلسفي مرة يجب أن خصنا نطرحوا على نفسنا سؤال. أنا كنتكلم انطلاقا من قناعتي كما تكلمت الأخت انطلاقا من قناعتها أنا كنعتقد بأن أي إنسان موجود في الحياة عنده رسالة عنده مهمة عنده دور في هذه الحياة وإلا غادي يكون واحد من 30 مليون ديال المغاربة زايد ناقص واحد زايد ناقص يعني إلا نقص ما يطول على البلاد إلا زدناه ما زاد والو البلاد بمعنى أي واحد عنده رسالة مفهوم ثقافي ديالنا حنا كمغاربة أننا عندنا رسالة نابعة من التمغربيت ديالنا انتمائنا لهاد الأرضية ديال التمغربيت التمغربيت ماشي تخلقت البارح ماشي دارها جا واحد الحزب ولا واحد التيار ولا واحد توجه خلقها التمغربيت عندها تاريخ عنده قرون يعني عندها تاريخ عندها قرون واحد الزمان يعني هاد التمغربيت وصلت إلى العالم دائما كنعطي المثال في المحاضرات ديالي قبل حوالي 3 قرون كنعطي مثال كان المغرب كياخذ ضريبة عالمية في المحيط الأطلسي باش يحمي السفن كان عنده أكبر أسطول في البحر بغيت نعطي هذا المثال لأن الأسطول البحري ديالنا كيعاني محجوز الآن في أوروبا وبغيت نعطي هذا المثال باش تعرفوا شنو كينتظركم لما ندرسوا ونتعلموا كيفاش نلتزموا كيفاش نكونوا قدوة للآخرين لكن باستحضار رسالة والدور ديالنا يعني اللي خصنا نقوموا به ماشي فقط يمكن ناسيونال بطاقة وطنية كنفيق الصباح لكن عندي رسالة الأسطول المغربي قبل 3 قرون كان هو الذي يحمل البواخر العالمية من القراصنة في المحيط الأطلسي ماشي بعيدش تعرفوا كانت القرصنة كبيرة شفناها في الأفلام قرينا عليها في التاريخ كان أسطولنا المغربي الذي هو الآن محجوز مع الأسف الشديد اللي ما عندوش الإمكانية أنه ينافس كان هو الذي يحمي البواخر العالمية التي تمر عبر المحيط الأطلسي من القراصنة بمعنى أن هذا البلد الذي ننتمي إليه كان عنده أسطول بحري كان موجود على مستوى البحر مش فقط على مستوى البر إلى إفريقيا وبعد ذلك كان يذهب إلى الأندلس وإنما كنا موجودين على مستوى البحر تجارة على مستوى البحر عسكريا لأن كنا متطورين على مستوى التجارة وعلى مستوى الجيش وعدنا من وهذا الشيء علاش بعض المرات الشباب ديالنا لا ينتبهون إلى أن أمريكا فرحت قبل جوج ديال القرون أن أول دولة اعترفت بها هي المغرب يعني كاين معلومات بسيطة لكن لا نفكر في العمق ديالها كيفاش أن أول دولة كانت آنذاك قوية تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية بالاستقلال ديالها قبل أكثر شوية بضع سنوات قبل قرنين من الزمن بمعنى أننا عندنا رسالة عندنا تاريخ عندنا ثقافة اليوم إحنا كشباب توما كشباب إحنا نسيلو روتور تعرف بحياة الإنسان كي الله ليه روتور تخلي كيبغيو الرياضة يعني فإحنا يعني إحنا غادي دابا كنرجعو بربي كمل علينا حتى نمشيو عندنا فأنتوما كشباب الآن في عندكم هاد 3 ديال المراحل وأنا كنشكركم على الاختيار ديالها مرحلة ديال التعلم أو التعليم أو التربية المرحلة ديال الالتزام بعد التعلم والمرحلة ديال العطاء أن يصبح الإنسان قدوة نصيحتي ومن خلال تجربة ديالي مرحلة ديال التعلم نبقى ماتيماتيك ماشي رياضي حذاري أن يفهم منها وكما كتقراو في الانسياس أن كنقراو 1+1 كيساوي 2 كنقراو 1+1 كيساوي 2 لكنش كيفاش ننزلوها نترجموها خير لأن كيمكن قلبولة ذرية زائد قلبولة ذرية تعطينا 2 ولكن يمكن يكون ألغوريتم زائد ألغوريتم كيعطينا 2 ألغوريتم بمعنى هو نفس المنظومة الرياضية اللي كنتعلموها
كيمكن الانسان يسخرها في الشر كيمكن له يسخرها في الخير. لا دروغ اللي كتباع في العالم الان عندها دي لابوراتوار صحاح، عندها دي زانفورماتيسيان صحاح، عندهم دي زالغوريتم بور كونتورني لو سيستيم بوليسي انترناسيونال صحاح. بمعنى العلم اللي كنتعلموه لا يجب ان يكون معزول على التربيه والثقافه اللي خصنا نتعلموها. ولذلك كتجربه شخصيه ان الانسان هو كيتعلم الامور العلميه البحته ان صح التعبير يجب ان يواكبها بثقافه وبقيم وباخلاق حتى لا يصبح هذاك الالغوريتم ثم في الانسياس بعض من اغلبيتكم والاخرين حتى لا يصبح هذاك العلم نديرو باش يطور وسائل ديال الخبط، وسائل ديال الشر، وسائل ديال التدمير، وسائل ديال. ولذلك سمحوا لي قلتها لكم، احيانا كيقولوا بانه احد اسباب ما يقع في البلاد هي الجهل الاميه، الفساد الذي وقع، لا موفيز غوفرنونس. لا، اللي داروا لا موفيز غوفرنونس في البلاد سو سون لي زانجينيور. شنو اللي وقع في البنك المغربيه، والذي وقع في المؤسسات المغربيه، والذي وقع في المكتب الوطني في المطارات، والذي وقع في اللي يقع في الوزاره، من يقوم بها؟ المواطن البسيط اللي ما قراش؟ بل بالعكس، هذا اللي مشى قرا وتعلم وربما الف كتب، ربما حصل على ميزه ممتاز مشرف جدا، ربما داز في التلفازه، ربما خرج نظريه، لكن لما تحمل المسؤوليه جاء بالرصيد التقني البحث، لكن ما جابش معه رصيد تربوي وقيمي اللي كيخليه يسخر ما تعلمه الى الخير. لذلك في المرحله الاولى ديال مرحله التعلم والتربيه اذا كان ان يتعلم الانسان بجانب الامور البحته الدقيقه ان يكون عنده منظومه قيم. من فضل الله ان منظومه القيم ديال المغاربه هي منظومه متنوعه ماشي جامده ماشي منغلقه. المغرب عبر التاريخ لم يكن منغلقا، كان بالعكس هو الذي يفتح من غلق في العالم، يعني كان منفتح دائما المغرب. وهادشي علاش المغرب عنده واحد النوع من التوحد ماشي الوقت نتكلموا عليها، واختار واحد الاطار معين باش يكونوا المغاربه موحدين في اطار التعدديه او متعددون في اطار الوحده، اختاره المغرب. وهادشي علاش الحمد لله عايشين اجمالا بدون منطق طائفي، تقع توترات ولكن ليس هناك منطق طائفي. لذلك اول المرحله الاولى اذا كان من خلاصه من خلال تجربتي الشخصيه ومن خلال قراءه ان يكون التعلم مقرونا بمنظومه القيم ومنظومه الاخلاق باش هذاك الشيء اللي غتعلمو تفيد به بلادك. لما تنتقل للمرحله الثانيه اللي غنتكلم عليها هي مرحله الالتزام. مرحله الالتزام او الالتزام معناه ان هذاك الشيء اللي تعلمتيه ان يكون مفيدا في المجتمع. لذلك حذاري ان يتصور اي شخص مهما بلغ علمه انه قادر لوحده ان يصنع اي شيء. وانا كنقولها وانا عارف شحال من واحد تيبغي يراجع بوحدو، شحال من واحد تيبغي يسد عليه بوحدو، شحال من واحد معزول عن مجتمعه، شحال من واحد كيفكر بطريقته الانانيه. يعني والمغاربه عبر التاريخ كيقولوا اللي كيحسب بوحدو كيشيطو، ماشي اجا وقالوها. بمعنى ان نشيع قيم جديده، قيم الالتزام. واول قيمه من قيمه الالتزام ان هذا اللي تعلمناه وقراتنا بلادنا وقراتنا الامه ديالنا وقرانا الشعب ديالنا وحنا محظوظين، انتم بالخصوص وحنا جميعا محظوظين، كيفاش اننا نردوا واحد الشيء وهذا التزام ان نحس بان علينا واحد الدين تجاه هذا المجتمع وتجاه هذا الوضع، تجاه هذه المدرسه، تجاه هذه الجامعه، تجاه هذه المنظومه التي تعلمنا فيها. لأن القضيه ليست سهله، الانسان ما كينتبهش. احيانا انا عندي البنات بعض المرات ملي كي دير معهم واحد السيستم في طريقه التربيه عجيبه، يعني استفدت من التجربه ديالي لان انا ابن عائله موجوده في عالم القراوي، بوحدي اللي قريت اللي كمل علي الله اللي تقريت، البقيه كلهم باقين في العالم القراوي. زرتهم هذا الاسبوع، يمكن لي نقول لكم جاتني البكيا لما رايت واحد العدد ديال الناس بالعشرات قراو معايا ما وصلوش باقي مساكن الفلاحه وما عندهمش القوت ديال اليوم يديرهم. فقلت الحمد لله انا على الاقل يعني سلكت، كان ممكن يكون واحد منهم. فمره كناخذ البنات ديالي كنمشي نشوف ونوريهم البنات اللي كيبيعوا الميكا في السوق، هذاك اللي كيسالي الصباب، هذاك اللي مسكين كينعس في الزنقه، هذاك الذي يغتصب يوميا، تعرفوا ماذا يقع لهم، حتى يستوعبوا جيدا الفضل اللي حنا فيه، اللي حنا فيه جميعا. يعني فتعلم لنا بد ان نلتزم، واول التزام ان نرد لهذا المجتمع ولهذا الشعب ولهذا الوطن جزء من الدين انه علمنا رغم الظروف. صحيح طلبة كيزيد زيادة في المنحة وتيبغيو، لكن
دائما الواحد لو يعرف النعمه اللي هو فيها يشوف من تحته حتى يحس بالقيمه ديال الوضع اللي هو فيه. الله يكمل عليكم جميعا ولكن لا بد ان يحس بها. فاذا اول امر هو ان نرضى هذا المشاهد. ثاني امر مفهوم الالتزام. اذا تحملتم مسؤوليه في المجتمع سواء كانت مسؤوليه في القطاع العام او كانت مسؤوليه في القطاع الخاص، وانا انصحكم نصيحه لوجه الله الا تفكروا بان القطاع العام هو الافضل. وانا نقول لكم هذا تفكير كان سابق. يجب ان نصنع اليوم تفكير جديد ديال صناعه الارادات التي تنظر الى القطاع العام على انه في الحقيقه حتى ما نلقى مندير غنمشي للقطاع العام. دابا تقلبات القمر غنمشي للقطاع العام. الحق الذي يخلق الثروه الان القطاع العام دوره ان يضع الاطار القوانين والمؤسسات والضوابط والاجراءات. اما الذي يخلق الثروه والذي يخلق التنميه شو القطاع العام والقطاع الخاص. لكن تربينا نحن مع الاسف الشديد على الاسطانة. كوالدينا وحنا قارين واخا كنقراو الان وصلنا للجامعه بقى الوالدين كيجمع لنا الفراش. بقى الاخت ديالنا هي كتحط لنا، تعلمنا الاسطانة. فتكون هذيك ثقافه الاسطانة الا ما كانتش الدوله غنكونوا ضايعين. في حين ان الذي يخلق الثروه اليوم 90% يخلقها القطاع الخاص. شركات وكثير من الشباب امثالكم لما تخرجوا رفضوا ان يذهبوا الى القطاع الخاص، كثير وكثير منهم كثير جدا. واليوم يصنعون الثروه ومنهم الذين اصبحوا رواده. كنت نتمنى يمكن فرصه مقبله تسلعي والسحوراني الذي هو رئيس الان ديال السجال، هذا قرا معنا في الهندسيه، تخرج في الستاتيستيك، فكر في واحد اللوجيسيال بسيط ديال اللوجيسيال ديال لي كارت مونيتير بور لي بونك، باش الان اصبح ميلتي ناسيونال، ولا هو رئيس ديال السجال اللي كتخلق الثروه. يعني هذا نموذج، اما هناك نماذج متعدده. لذلك الالتزام الثاني وعندما تتحملون المسؤوليه سواء على مستوى الدوله والقطاع الخاص ان تقوموا بها على احسن وجه. الذي اساء للبلد انه لم تكن هناك مسؤوليه بمعنى الكلمه. يتحمل المسؤوليه مع الاسف لم يراعوا بانهم يتحملون انهم على امانه لهذا البلد. اعطوا يبدروا على مستوى تدبير المال العام، يعني على الاتحاد، لا اريد ان ادخل معكم في التفاصيل. فوصلنا الى هذه النتيجه. المغرب بفضل الله حتى وان قلت ثرواته مقارنة مع جيراننا، عنده ثروة هائلة هي الموارد البشرية، عنده موقع استراتيجي أعتقد ليس له مثيل في العالم، قربه من جميع الجهات، ولكن مع الأسف الشديد الذي أساء لهذا البلد نوعان من الأشخاص أو نوعان من البشر، إما الذين هم يعني درسوا وعندهم خبرة وعندهم دبلومات لكن ليست لهم قيم، فلما تحملوا المسؤولية لم يكونوا ملتزمين. إما ناس عندهم قيم لكن ليست لهم خبرة فكانوا مجرد دراويش لا يفهمون. فاحنا ما بغيناش هذاك الذي لا يفهم يسير البلاد ديالنا ويسير الشؤون ديالنا. أنتم غتكونوا من بعد في المستقبل مسيرين إن شاء الله سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام. وما بغيناش اللي يسير يكون شلاه. فاحنا بغينا اللي يسير هذا التزام أنه يرعى وجه الله في هذا البلد وفي شؤون البلد. لا بغينا نكونوا منافسين. اليوم ما بقيناش كنتكلموا على تنافسية المقاولة لا كومبيتيفيتي دو لونتربريز. ما بقيناش كنتكلموا على منافس تنافسيه الاقتصاد لا كومبتي ديكونوم، ولينا كنتكلموا على تنافسيه الدول واش غيبقاو ولا ما يبقاوش. وكونوا متاكدين كاين دول ما تبقاش، وكل دوله عندها مشاكلها. الصومال لم تعد هناك دوله، كثير من الدول العربيه ربما لن تبقى دوله. كاين دول الان شمال اوروبا لن تبقى دول، بعد 50 سنه ما تبقاش لان ما بقوش كيولدوا وكلهم كيشرفوا اذا ما غيبقاوش. كل حاجه واش هي السبب باش ما يبقاوش. فاذا تنافسيه الدول هذه راه احصائيات، كاين دول ما تبقاش 50 سنه ما يبقاوش انقضوا. فبمعنى تنافسيه الدوله ديالنا وشعبنا مرتبط بمدى التزامنا بمقرنا التزامنا ان ندير هذه الامور. الالتزام الاخير نصيحه لكم انه ثبت عند النخبه قطيعه مع تدبير الشريعه. قطيعه مع تدبير الشريعه. انظروا الى السياسه على انها رجس من عمل الشيطان، على ان العمل النقابي رجس من عمل الشيطان او تضيع ديال الوقت، على انه الانتماء الى المجتمع رجس من عمل الشيطان. انا اقول لكم الانخراط في تدبير شؤون الامه هذا التزام ثالث. والا لم غتخليه؟ اما كما قلت لكم اما غتخليه الناس اللي ما قارينش وبالتالي ما غيعرفوا ما يديروا، واما غتخليه الناس اللي قارين وكما عندهمش رصيد اخلاقي وقيمي وبالتالي غادي يدمروا ما تبقى من خيراتنا. ولذلك لا بد من مصالحة بين العلم وتدبير الشريعة.
بين التقنيين والخبراء وتدبير الشامل العام. لا بد من هذه المصالحة، وهذا هو الالتزام الثالث المطلوب من هذه الفئة التي إن شاء الله ننتظر أن تقوم بدورها عليهم. لا بد أن يكون واحد النوع من اللي شارج بينك وبينهم باش تكون لهم قدوة وتكون لهم خير مثال. لكن مع ذلك، وأنا أختم بهذه المقولة، إذا ما اقتنعتم أن لا تدخلوا إلى الشأن العام بطريقة مباشرة، كل واحد هو مخير، الحمد لله عندنا الحرية في البلاد ديالنا، نشاركوا ولا ما نشاركوش، ندخلوا ولا ما ندخلوش، ولكن على الأقل على الأقل حتى تكون قدوة. أنا كنجلس مع أصدقاء اللي تخرجوا، كنجلس معهم في المقاهي، كنجلس معهم بعض بعض الأماكن وكنتحاور، لا يعجبهم العجب. أنا أرجوكم أن تزيلوا هذا من بالكم، لا يعجبهم العجب، ما عجبهم حتى حاجة في البلاد، فكنصدمهم كنقول لهم ما يمكنش، إلا ما عجبك حتى حاجة في البلاد كيفاش حتى البلاد طلعت على الأقل كاين شي حاجة مزيانة طلعت، دونك كاين شي حاجة كتعجب في البلاد، حيت لا حتى حاجة ما كتعجب في البلاد، علاش طلعت أنت مهندس والآن طبيب وأنت. ومن سيء من سيئات هذا العصر أن النخبة المتوسطة التي استفادت من البلد هي أكثر النخب تسب البلد. اش خلينا ما نقولوا هذاك اللي في العالم القروي وهذاك اللي مسكين ما لاقيش حتى الماء هاد الأيام باش يسقي وما لاقيتها شحال. بمعنى كتلقاها موجودة في المقاهي ولا يعجبها هذا البلد. ما عجبها لا هذا ولا هذا ولا هذا. فإذا هي استفادت، لأنه على الأقل هي الآن إفراز نخبة ديال المجتمع ومع ذلك لم يعجبها هذا البلد، بمعنى كاين شي حاجة فيها خلل يجب أن يصحح. لكن أخيرا أقول، إذا لم يعجبك أي شيء فعلى الأقل لكي تكون قدوة، صنع شيئا آخر يعجبك من خلاله تخدم مجتمعك وتخدم محيطك. والسلام عليكم.